رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما يرويه الإمام مالك وغيره: لا أحل المسجد لحائض ولا لجنوب. حديث الرسول واضح وصريح. ويأتي اليوم لا سيما من النساء من تقول إحداهن: لا، ضرورة التعلم تقتضي أن المرأة ولو كانت حائض تدخل المسجد مشان تدفع العلم، لأنه العلم ضروري جدا 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 والضرورات تبيح المحظورات. وفي واحدة تانية بتقول: لا، ما على شيء، بتدخلي بس ما بتعدي على أرض المسجد، بتعدي على الكرسي، يعني إذا قعدت على الكرسي ما بتكون دخلت المسجد. تلاعب سمج بدين الله عز وجل. أرجو أن تبثوا الحكم الرباني الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وحتى يعني المرأة اللي بتخاف من الله تقلع عن هذا الشيء المحرم. هذه نوع من التلاعب. الحقيقة ما هو الحقيقة؟ أنه في نوع من التسابق بين النساء، كل واحدة بدها تكون يعني جماعتها أكثر. شو بتساوي؟ طيب في نساء ما قادرين يحضروا بسبب العادة الشهرية، فبيقول: لا لا، احضروا احضروا، ما على شيء، والضروره مشان حتى تكون جماعتها اكثر من جماعه المدرسه الفلانيه. اعوذ بالله، نتلاعب بدين الله من اجل حظوظ انفسنا؟ نعم، هذا غير جائز. الدخول الى المسجد تعرفون معناه، محرم على الحائض وعلى الجنوب. النبي استثنى، العلماء استثنوا أن تمر المرأة، نعم، من باب للمسجد إلى باب آخر مرور إذا أمنت يقينا من أن يتسبب دخولها في تلويث المسجد، هذا مرخص. أما أن تأتي المرأة وتقصد إلى أن تدخل المسجد وتلبث، وين الضرورة؟ إذا قلنا في ضرورة في عهد الرسول الضرورة، لا كان في كتب ولا كان في معلم غير سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنالك الضروره، مضطره بدها تتعلم، مين بده يعلمها؟ بصدر الاسلام ما في غير سيدنا رسول الله، وين؟ ما في غير المسجد. ومع ذلك النبي عليه الصلاه والسلام منع. الان في كتب وفي اماكن كثيره للتعلم، في مدارس للتعلم، بالبيوتات عم يصير في تعلم، في أماكن كثيرة أخرى غير المساجد، نعم، أماكن ولله الحمد لتعلم الدين. بعدين الكتب موجودة بكثرة ولله الحمد، التلفزيون، الراديو، كله وسائل للتعلم. أي ضرورة هذه؟ أي ضرورة هذه؟ نعم، دائما نحن نحاول أن نذكر، ومع ذلك نسمع من نساء، يعني تحولنا إلى مفتيات، مفتئتات على دين الله سبحانه وتعالى. نعم، ينبغي أن تبثوا هذا الذي أقوله لكم في الأماكن، وتحكوا للنساء كلهم، يحكوا للنساء الآخرات، ما بيجوز هذا الشيء، هذا تلاعب بدين الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.